يقولون دايما في عالم زراعة الدعامة أنها عملية القياسات، إن القياسات فيها لها دور مهم أوي. هرجع بقى لأفكار الناس عن العملية، المثقفين بالذات اللي بيدرسوا الموضوع، لأنه عملية يعني يتخذ فيها الرجل قرار العملية بعد وقت، بيقعد يذاكر بالظبط العملية، مش إمرجنسي هي. سليم سليم، فعلا هي الدعامة جراحة قياسات، لأن نجاح العملية مرهون بخبرة الجراح نفسه. لأن أنا ممكن أركب دعامة وغيري يركب دعامة، لكن أنا لازم أختار المقاس المناسب في كل شيء، من ناحية الخطر ومن ناحية الطول، ولازم أراجع نفسي. والدعامات الشركات المصنعة للدعامات بتديك خط رجعة، إنك أنت حتى لو أنت وأنت بتقيس خدت مقاس مثلا أزيد أو أقصر، تقدر إنك أنت بتعادل نفس المقاس بحيث يبقى بالملي. فلازم يبقى بالملي الدعامة، لأن لو زايد هتعمل له مشكلة، ولو نقص برضه هتعمل له مشكلة. فهي الدعامات فعلا جراحة قياسات، تعتمد على ان انت لازم تقيس بدقة كل شيء، وده بيعتمد على خبرة الجراح.